سيدنا محمد فضلنا في هذا المسجد في مدينة الأبيض أخوتكم من الجيش الوطني بعد تحرير هذه المدينة من حزب الانفصالي البيكيكي، بعد رجوع هذه القطعة من قلبنا ومن قلب سوريا إلى أهلها الأصليين. بإذن الله سوف نبقى صامدون. نقول لحزب الله الذي أتى وقاتل مع هذا الشيطان المجرم بشار الأسد، بشار مجرم، بوتين أكبر مجرم، نقول له خارج هذا الوطن. تكبير! الله أكبر! تكبير! الله أكبر! تكبير! الله أكبر! أخوكم أبو علي سجوم من مجلس العشائر والقبائل. اليوم نحن هنا في مدينة تل أبيض، أتينا وصلينا صلاة الجمعة مع أهلنا أهل هذه المدينة المباركة. اليوم نقول لكل أخوتنا الذين تهجروا قصرا من هذه المدينة بعد استقرار المدينة الحمد لله، وعمل المؤسسات والمشافي والأفران وكل الحياة يعني بلشت ترجع على الحياة الطبيعية، فاليوم نقول لهم أهلا وسهلا، هذه بيوتكم، منازلكم وأرضكم. كل إنسان فلاح يستطيع أن يفلح أرضه ويعمل بأرضه، وكل إنسان لديه مصلحة يستطيع أن يأتي ويعمل بمصلحته ويأتي ويعيش بين أهله. ونحن كجيش وطني وكأبناء عشائر، نحن أبناءكم، أتينا هنا لنقول لكم يد في يد سوف نبني سوريا كلها، يد في يد سوف نبني تل أبيض، يد في يد لكي نتعايش الحياة الاجتماعية والنسيج الوطني والنسيج الاجتماعي. أكيد الموضوع ما يتعلق دقيقة يعني، بس بالنسبة لكل شيء بالشيء المحمود يعني جراح طبعا الشباب كلهم يعني، واليوم حاولنا نرضيه أكثر مما أنه طبعا عليه لأنه أنساب بجانبكم، هذا هو الشرف المعروف بكم نسبوا ما للسلاطين.